ايه اللي يخلي الواحد يقول انا زهقت انا في علاقة مرهقة؟ انا لما سألت السؤال ده من ساعتين مع بدري معانا في الاعداد، فبيقول لي يا استاذة ايه اللي يخلي العلاقة تقولي اوف انا زهقت؟ تلقائيا كده من غير ما احس قلت له لما احس ان انا دخلت علاقة وكل شوية عمالة أعمل فيها حاجة ونتخانق ونقعد ونتصالح، وعلى فكرة مش بس راجل وست عموما في أي علاقة، ونقول هنمشي صح ونتفق على عادات وتقاليد أو على طرق تعامل ونوعد بعض وأخرج من القعدة دي وأنا كلي أمل إن بكرة أحلى وإن العلاقة دي هتتجدد وإن العلاقة دي هتتظبط، وبعد شهر ألاقي كل حاجة ينزل فوق دماغي زي ما كان قبل كده. لا، تتكرر كم مرة الموضوع ده؟ يتكرر كتير، مرة واتنين وتلاتة. أنا هنا ساعتها قلت له بدري أنا هنا بعترف إن بقول أنا زهقت، دي علاقة مملة قاسية تعبتني هدتني. أيا ما تكون العلاقة دي، العلاقة دي ممكن تبقى بين اتنين بيحبوا بعض، العلاقة دي ممكن تبقى اتنين أصحاب، العلاقة دي تبقى اتنين إخوات وكم الغيرة بينهم هما الاتنين مش عارفين يتواكبوا مع بعض. أي نوع من العلاقات ممكن تنفع أو ممكن يتحط فيها اللي أنا بقوله ده لو اتعاملنا مع بعض بالطريقة دي. دي بالنسبة لي هي العلاقة المرهقة، ان انا افضل ابني في امال ان انا هصلح ان انا هظبط، هي هتتغير انا هتغير، هو هيبقى كويس، هو هيقول لي كلمتين، انا هشوف مامته، مامته هتحبني، عارفه انت اللي هو انت عملت دي نفسك امال، في الاخر تلاقي هي نفس الطريقه، هو نفس طريقه سوء الظن، هو نفس طريقه المعامله، هي نفس الكلام، هو نفس الاهمال، فبتيجي في الاخر خالص ومش بتكرر بقى مره واحده، لا كذا مره كذا مره كذا مره، لدرجه انك ايه بيكسر خاطرك، فبتقولي طب والنبي ما انا لعبه، طب والنبي ما انا عامله حاجه. هنا بتبقى فيها مراحل، يعني رد الفعل لما تحسي بعدم التقدير او بعدم الاهتمام او بعدم الامتنان او ان حد مش مدرك اصلا الارهاق او التعب اللي انت بتعمليه او مش مقدر او مش ممتن او مش منتبه او مش راضي، يعني مهما عملتي فلن يرضى او لن ترضى. هنا الانسحاب بيبقى ما بيحصلش فجأة، الإنسان بيقف هنا متفرج الأول، يعني بيحاول يعني يهدى كده أو بيحاول يهدف نفسه، بس بيتوقف عن العطاء وعن بذل المجهود، لأن كل مجهود بيبذله هو مجهود مهدر بدون مقابل، مجهود ما بيتقدرش، ما بيتقالوش شكرا، ما مش أو مش متشاف أصلا، مش موجود على الرادار، فهو بيقرر إن هو يتوقف عن العطاء ويتفرج. فيقوم بقى الطرف التاني لأنه هو متعود على العطاء، فلما أنت تتوقف عن العطاء يبتدي يلومك ويعاتبك وتبتدي الخناقات وتبتدي، لأن أنت كنت هنا بينتبه العطاء، بس بينتبه أكتر أن أنت وقفت العطاء، يعني هو بيبتدي خناقته معاك أو معركته معاك على أن أنت وقفت العطاء أو وقفت الطريق الحلوة اللي هو يا ما كانتش راضياه أو ما كانش شايفها أو ما كانش منتبه ليها فما بيمتنش عليها.